من هذا البحث، وهو أن الأحكام يعني الاعتبارات التي هي العنصر الثالث من مقام الثبوت، هل هي شاملة للعالم والجاهل على حد سواء أم أنها مختصة بالعالم؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يستدل بالروايات، وثانيا يستدل بإطلاق الأدلة، وثالثا يستدل بإجماع الأفعال، ورابعا يستدل بالدليل العقلي. أما الروايات، بعض الروايات أنقلها لكم، هو لا يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بعض الروايات أنقلها لكم. الرواية الأولى، باعتبار أنه في علم الأصول بعض الأحيان تعطى النظرية ولكن أين تطبق تلك النظرية مو معلوم، صالح فقط يقول أكو روايات ولكن لا يعلم، لا أن الأصوليين عندما يقولوا روايات ما هو مرادهم من الروايات، يا روايات أذن. قال من تلك الروايات، من تلك الروايات هي معتبرة مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سئل عن قول الله تعالى فلله الحجة البالغة فقال عليه السلام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما فإن قال نعم قال أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه وذلك وتلك هي الحجة البالغة لله عز وجل في خلقين. لأنه كيف يجيب؟ يجيبه علمت يجاب لماذا لم تعلم، لم أعلم يجاب لم تسلم لم تتعلم. الرواية في جامع حديث الشيعة الجزء الأول صفحة 94 حديث 15 من الباب الأول من أبواب المقدمات. محل الشاهد، محل الشاهد إذا كان الجاهل لا يوجد في حقه حكم لماذا يؤخذ هناك ويخصم بالحجة؟ الجاهل لا يوجد في حقه حكم حتى يقال له لما لم تتعلم، هذا لما لم تتعلم يعني كان في حقك حكم وكان ينبغي ماذا عليك أن تتعلمه ولم تتعلم فأنت مأخوذ عندك فأنت محقق. أما إذا قلنا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها إذا لا معنى لأن يخصم بهذه الحجة. رواية أخرى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال لا. إذا لم يكن في حق الجاهل حكم لماذا لا يسعهم ترك ما يحتاجون إليه؟ قل جاهل أنا قبل السؤال ولست بجاهل. نعم جاهل قبل السؤال، لماذا لا يسعهم ترك ما يحتاجون إليه؟ ورواية أخرى أيضا في الجزء الأول صفحة 95 الحديث 26، ورواية أخرى عن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأول عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي جعفر الأحول عن الصادق عليه السلام قال لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم. الحديث 27 جزء الأول صفحة 95. وهذه الروايات مضمونها كثير، خصوصا تلك الروايات التي وردت في ذيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت جاهلا ولا يوجد في حق الجاهل حكم إذا لابد لماذا يجب علي أن أسأل أهل الذكر إن كنت لا أعلم، جاهل والجاهل ماذا لا يوجد في حقه حكم.